بس بقول إنه المشاعر يا جماعة ترى دائماً تزين حياتنا، وهي أصلاً اللي تلون حياتنا بطريقة حلوة. لكن الحقيقة إنه معظم الناس اللي في الحياة هنا ما يعرف يعبر عن مشاعره، أو يواجه صعوبة في إنه يعبر عن أحاسيسه اللي جواته. فهذا الشيء متعب لكثير من الناس، ويخليه أصلاً يدخل في دوامة من الإرهاق، من التعب، من الارتباك، وحتى من الوحدة، من كل لوحده. صح مؤيد، بعد تحليلك العميق ده أعتقد إن إحنا دلوقتي ضيفتنا هي اللي هتقدر تساعدنا إن نلاقي طريق التعبير الصحيح عن المشاعر. عشان كده نقول أهلاً وسهلاً لقائدة الإمكانيات البشرية زينة جفر. الله يسعدك يا رب. أهلاً 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 كلكم. هاي زينة، إحنا لازم نعبر عن مشاعرنا ونقول إن إحنا بنحبك كلنا. كتير مبسوطين. طيب أنت أكيد مثلنا وعندك مواجهتك الخاصة مع مشاعرك مثل كل الناس، فخبرينا كيف تتخطى هالمشاعر اللي تخصصت باللايف كوتشينج وتصير الشخص اللي بيساعد غيره ليطور ذاته. يعني كيف عندك القدرة انه تفصل بين مشاعرك وتقدر تنصحي غيرك؟ اوكي حلو، خليني ابدا بيا. رحلتي بدات قبل 4 سنين، والموضوع كان انه انا ما كنت عارفه اعبر. فهو بدا بي انه انا حسيت انه انا عندي هذه المشكله، فقررت اني اتخصص اكثر في مجال اللايف كوتشينج واتعلم عن نفسي، اكتشف ايش هي المشاعر، ايش الاحاسيس اللي بنحسها بس ما احنا عارفين كيف نوصلها للناس اللي نتعامل معاهم. فاكتشفت انه احنا طول الوقت عندنا مشاعر، فاحيانا نكون واعيين عليها واحيانا ما نكون واعيين عليها. فلما الشخص بيكون مو واعي على المشاعر، هنا بيحس انه هو مو قادر يوصل المعلومه، او ممكن يصدر منه تصرف معين اللي هو يعكس عليه انه هو مو قادر يوصل دي المعلومة، أو مو عارف يوصل فعلاً الفكرة أو النية وراء ده الشعور. وهذا اللي بيخلي دائماً المشاكل تصير. فإنه أنا دائماً لما مثلاً في الجلسات الخاصة أركز أكثر إيش الشعور أو النية اللي الشخص بيوصلها، بالنسبة إذا كان مثلاً في علاقة ولا في العمل ولا مثلاً عندهم خوف معين يبغوا يتخطوه، إيش النية فعلاً وراء ده الخوف. لما الشخص يستوعب يصير بالنسبة له سهل إنه يعبر عن ده الشعور. يعني كده بدأت. طب زينة، من هم الناس هذول اللي بيواجهوا صعوبة في انهم يعبروا عن مشاعرهم؟ والله يعني تقدر تقول 90%، لانه مرات الشخص يحسب انه اعبر عن مشاعري بس اتكلم، لا، لكن هو فعلا انه تعبر عن مشاعرك تقول احساسك اللي هو اللي جوه ديب الحقيقي. يعني مو شرط التعبير يكون انه مثلا يشتكي إنه مثلاً أنا هذا الشيء مضايقني أو ده الشيء مضايقني، أكثر من إنه مثلاً أنا دحين عندي شعور خوف، أنا دحين عندي شعور حب، أنا دحين عندي شعور مثلاً غضب. فمهم الشخص يعرف إيش الحالة الشعورية اللي هو فيها، عشان لما هيستوعب الشخص اللي قدامه يعني هيقدر يفهم هو من فين جاي. إذا مثلاً شخص قال أنا خايف، فمستوعب إنه كل كلامه جاي من باب الخوف، صح، مو جاي من باب الحب. إذا مثلاً شخص قال حاسس بحب، فلما يوصل معلومة حتى لو كان وصلها بأسلوب يمكن المستقبل يفهمها شيء تاني، بس مدام قال إن هي جاية من حب فحتوصل للحب. مظبوط طبعاً. طيب زينة، هل بيكون كبح المشاعر أعمق عند أشخاص وأخف عند أشخاص تانية؟ وعايز أعرف ليه، يعني إيه بيبقى السبب في ده؟ أوكي، يعني هو الصراحة يختلف، نقدر نقول حسب البيئة اللي بتكون محيطة للشخص. أحياناً بعض نقدر نقول البيئة العامة لمجتمع معين، إنه يكون عدم التعبير عن الذات هذا شيء قوة، فهذا الشيء يخليهم أكثر إنه ما هم قادرين يوصلوا حقيقتهم، لأنه يكون نفس المعنى والبرمجة، أو أحيانا زي مثلا هذه برمجة مرة عامة إنه الشخص اللي يبكي يعني ضعيف، لكن بالعكس الشخص اللي يبكي قوي، إنه يبكي إنه يقدر يكون شفاف لدرجة إنه وصل أو بين المشاعر، ما بيكون عم بيكبتهم لمشاعره. بس بما أنه حكينا عن هيدا النقطة زينة، بدي أسألك شو هي السيئات كتمان أم كبت المشاعر؟ أوكي، صراحة تخلي الشخص يتصرف تصرفات مو هو. أوكي، يا أما مثلاً غضب بزيادة فياخد عليها أكشن، أو ياخد قرار يكون هذا القرار مدمر لجهة معينة في حياته، صح. أو ممكن الشخص يعني يتصرف عموماً تصرفات عامة في الحياة تكون ما هي هو الشخص. حتى مثلاً أكثر شيء من يسبب الخيانات الزوجية إنه يكون الرجل أو حتى المرأة
ما هي عارفة توصل إحساسها، فيقوم يطلع منهم تصرفات هم ما عارفين هم اللي بيسووا كده. لكن لما نوصل لجدر المشكلة يكون مو عارفين يوصلوا إن هم عندهم إحساس مثلا حزن ولا خوف ولا غضب، وورا دي المشاعر دائما في وراها حب.